يا ربي راه كان انت باش تحاسبو حنا ما قدناهمش. زاد الريا صغار عملوا لهم سيني ما يكفوش بحكم اللي هما متروماتيزينا. احنا عايشين تروماتيزي في جرة الحاكم، حتى بوليس باش يقولك السلام عليكم بدنا نخافوا منه. تفهم فيا خالي ولا رانا نخافوا من البوليسية يقولنا السلام عليكم بدنا نروح شوكة. يا الباش يا البشبوش يهديك الله، انتخبناك مش بوريا، رانا مش بوريا، انتخبتك واحد من الناس غادي في بلاد غادي، انتخبتك في الكاتشمع. انت في الكاتشمع كان مدير البيرو بتاعك اللي انتخبوا فيك فيه في اوبرفيلي 93500 اوبرفيلي، انتخبتك غادي يا باجي يا باجي، انتخبناك ما انتخبناكش باش تقتل لنا ذريتنا، لا عليكم لا. تكلمش علينا حاجه المعتمد، دارش فينا حاجه ما دار شيء. الشباني عنده الدم والقلب، والعزوز عنده الدم والسكر. يعني امبارح قلت لك راست الرب في الاخر يجي يزيد يهز لهم ولده عمره 55 سنه، ايش دخله 55 سنه في العش؟ سبعه ذريه عنده توما امبارح مرمي هني، كيفاش تحب تحكي معاه؟ معناتها هم يحبوا يديروا ثوره واحده اخرى غير حتى كوفه كامله في وسط المركز الداخل، اللي بالبونيه يضرب واللي يا رب رب يضرب، الكلها بالبونيه. منهم واحد صغير اصغر مني، معناتها ولدي يعني ولدي يعني اكبر منه هو. ضربني بوني على ظهري من تالي، تلفت له قلت له الله يرحمه، قلت له راني ما مداير حتى شيء يعني، قلت له ليش ضربني بوني هكا؟ تفه اللي دز فيا برا قال لي خنفر، قلت له انت بتخنفرني يعني يا رسول الله؟ قلت له انت ولدي، انت من ند ولدي جيت باش تخنفرني يعني؟ دخلونا المركز، قعدنا شويه ثميتها ترقد تاخذك عينك حتى اللي صبح صبح اللي زرقت سمس تاخذك عينك يقول لك نوض، يعود لك المره الثانيه نوض، مع باقي مره اخرى نحسك انه مرقدت اوقف، اقعد واقف ما تحركش من بلاصتك. ذراري صغار ماركة 15 عام و 13 عام، هم باش ينقص المي ما خلاهش، وين بيجي ينقص المي يقول لي ويقول لي يا سيدي، مش حتى ما همش عارفين شنو يقولوا، يقول لي يا سيدي بربي بنقص المي، يقول لك اعمل ثميتها زيد شويه حتى بعتين نفضى بيك. منهم واحد بال على سروال دخل علينا رئيس مركز، انت اش بيك انت اش بيك انت اش بيك؟ جيت انا قلت له راني حكايه راه هيك وهيك، قال لي انت وين تجو نيتها تفل تسبل، قلت له انا ما سبلش، قلت له مش عمر عمر حجر، هم انا قلت له بابا سته صغار مش واحد، ذريتي قلت له معناتها ما شاء الله باش نجي نطول نحدب بالحجر، ما خلى ما كفر عليا الدار فيها كيما حب، وكلها اللي يضرب بالبونيه واللي يضرب بالمطرك شادين كلهم حويقه في وسط الكروار مع بعض، اللي تهبط الكهرباء بالبونيه مع بعضهم هكاك وضرب فرشه كيما يجي. تصويره غادي صورت وقفت عليها وتفسخت شابين جابي روح ولده يقول تعالى روح اسمع في الدواء كاش ترشد ولا اقعد مازال عند الحال زين سبلك اختك على بالك تسكت انت ضرب هي بطولات بده يضربوا فينا باهي بحتى لي طلعونا في الكهرباء باقي يضربوا فينا هبطونا ركونا في كهرباء اخرى يضربوا فينا بالحسي وي بحتى لي هبطونا هني في المركز باقي يعطونا طريح انت يسمعك تصفي اعوانك اعوانك ما همش قاعدين يخدموا في خدمتهم. لا لا سامحني 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 لا سامحني تفضل 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 شوف انت عندك مشكله مع بوليس يجيني انا كرئيس منطقه انا نفسي صح تحمل مسؤوليتهم انا تحمل إيه لك انا رئيس منطقه تحمل ما يخلوناش نشوفوك على خاطر هم اجاني قلت هم مجموعه مفلوزه حتى نشوفها مفلوزه.